السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رئيس حسن. الدرس اللي فات احنا وصلنا لحد ما كنا بنسرش في الأدفانسد سيرش بتاعنا ما بيطلعش أي نتيجة. طيب السبب هنشوفه هنا في الديباجر بار. رحنا على الكويري، تعال بس نختار هنا مثلا عدد الغرف مثلا 40، نقول له سيرش. شوف الكويري اللي اتبنى ايه. طبعا الكويري اللي فوق ده خاص بالبيجنيشن اللي هو بتاع الكاونتنج اللي فوق ده، نعم حاجة عند الكويري ده. بقول لك هنا ان البي ستيتس البي ستيتس بيساوي 1 والرنت. طبعا هنا مش هيبان اصلا اي حاجه لان كل القيم متفرغه، يعني السكوير فاضي تمام. طبعا انا ما عنديش هنا اي عقار، السكوير بتاعه فاضي، مساحته فاضيه تمام، ما عنديش اي عقار، الرنت بتاعه فاضي، ما عنديش اي عقار، البي تايب بتاعه فاضي تمام. فاحنا عايزين نعمل طريقه نخلي من خلالها الحاجات بس اللي جايه بقيم من هنا، يعني لو انا كاتب سعر العقار يدور لي بسعر العقار، لو كاتب عدد الغرف يدور لي بعدد الغرف، لو كتب لي لو كاتب نوع العقار يدور لي نوع العقار وهكذا تمام. طالما مش كاتب او مش مدي هنا بقيمه ما يحطهاش معايا في السيرش تمام. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده فيه كذا طريقه، في طريقه صعبه، في طريقه سهله، في طريقه طويله. الطريقه السهله ايه؟ هنعملها في طريقتين وهنشتغلهم الاثنين لان هما الاثنين لازم تفهموهم والاثنين شويه بيستخدموا اكتر. في طريقه اللي هي الاف الس، يعني لو دي فاضيه نفضل لي وهات لي قيمه اللي بعديها، لو دي فاضيه هات لي اللي بعديها، لو دي فاضيه وهكذا. بعمل الاف الس تمام واتشيك على كل القيم والقيم اللي جايه فقط هي اللي ادور عليها. بس دي طريقه طويله جدا يعني عشان تجيب كل القيم دي من بعضيها عندك بتاع 7 8 حالات، يعني ممكن تخش في 10 افات او 12 اف تمام، على حسب ما هتعمله مع بعضيها تمام. طيب هنستخدم الطريقه الثانيه وهي ان احنا نبني الكويري، نعمل الكويري احنا من نفسينا ونبنيه ونشغله. نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا الطريقه دي انا قاصد ان انا اشرحها، هي مش احنا اللي هننفذها فعليا، احنا هننفذ طريقه ثانيه، بس انا قاصد اشرحها عشان تعرفوا ازاي تبنوا كويري وتبعتوه للداتابيز وتشتغل عادي جدا. طيب مبدئيا تعالوا بس نعلق الحته دي، احنا هنشتغل هنا شويه حلوين. احنا اتعلمنا ان اي فورم عندي فيه لارافيل بيبعت لي معاه توكن صح؟ تعالوا هنا هلاقي فيه توكن، وطبعا هنا في زرار سبميت فهيبعت قيمه، فانا عايز اجيب كل القيم اللي عندي ما عدا السبميت وما عدا التوكن زي ما عملنا قبل كده في لوحه التحكم لو فاكرين تمام. طيب عايزين نعمل الكلام ده، هنقول هنا نعمل هنا مثلا ريك ويست مثلا او هيساوي اري اكسبكت، يعني هات لي الاري اللي اسمها ريكويست تمام، واعمل لي منها او شيل لي منها اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، شيل لي منها السبمت سبمت وشيل لي منها التوكن تمام. وبعد كده نقول له مثلا نقول له دي دي اللي هو داي اند دمب، يعني وقف السكريبت خالص واعمل لي دمب للداتا بتاعتي اللي اسمها كذا. طيب انا دخلت دلوقتي فقط السعر وعملت سيرش، المفروض هيجيب لي السعر بس، طبعا مش هيجيب لي حاجه هنا، المفروض اقول له هنا سكريبت ريكويست تو اري، حولها بس الاري عشان اهي جاب لي هنا البي يو برايس، جاب لي طبعا كله ليه؟ لان هم فاضيين تمام. طيب انا عشان اجيب بس اللي فيه قيمه فقط لازم اعمل لوب عليهم واقول له هات لي اللي فيه قيمه، يعني لازم اعمل لوب تمام. فاقول له هنا فور ايتش، فور ايتش ريكويست هوم از ريك اف، بصوا اف ان الريك لا يساوي فاضي، لان الريك دي هي القيمه اللي جايه لي زي ال 100، يعني انا جاي لي قيمه 100 هنا تمام، هنا جايه فاضيه، هنا فاضيه، هنا فاضيه، فانا بقول له لو لا يساوي فاضي، هنا لما لا يساوي فاضي الاول واحده فقط، ده كله بيساوي فاضي، اعمل لي هنا اوت دوت الريك بتاعك
دوت بي ار عشان نبين بس القصة فين. تمام، تعالى نقول ان الاوت ده متغير فاضي عشان ما يدريش ايرور. بس تمام، وبعد كده نقول في الاخر تعالى اقرا لي الاوت بتاعك. تمام، تعالى نرجع بقى نقول له ايكو الكلام ده. هي طبعا نقول ايكو بعد كده ضرب دوم بي او شو او بيلدينج النت وانه لله. طيب لو انا دخلت هنا بقى سعر العقار 100 ودخلت نوع العقار عدد الغرف مثلا 11 ولا دخلتش نوع عقار ولا نوع العمليه ولا مساحه، تعال ندوس بحث. جاب لي فعلا ال 100 بتوع سعر العقار والتسعه بتوع عدد الغرف. تمام، تاني ايه ده احنا لا عدد الغرف 11 ثواني كده خليها 40 مثلا ودي 100 دي 1000 ليه كده بس؟ ايه 38 دي؟ هتشيك ال هنا القيم مختلفة، صفر دي باتنين وصفر تمام تمام يعني دي 40 تمانية وتلاتين. تمام تمام يبقى احنا كده ماشيين مظبوط مظبوط مظبوط. طب هنظبطه بعد كده بس هنشوف الدنيا في ايه دلوقتي. طيب طب تعالى نحط بقى نوع العقار فيلا شقة أزرق، تلاقي فيه الصفر الضوء، هنرجع نحط معاهم مثلا اي حاجه تاني وهكذا. اي حاجه هضيفها هتظهر لي هنا دلوقتي، مش هتجيلي غير لما تكون فيها قيمه. الكلام ده جميل جدا يعني. طيب هاجي هنا اقول له بقى تعال نحط هنا بس الكي الاول. طيب فانا عايز هنا اقول له ايكو select all from البيو. تمام، وير لما يكون كذا بيساوي كذا او اند كذا بيساوي كذا اند كذا بيساوي كذا. تمام، طب هنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ يعني كل الشغل هيبقى على الاوت بقى دلوقتي. طيب انا لما يكون تعالى تشيك بس الاول هنا نقول اف ان الكي يعني أول مرة يخش هنا تعالى منها هنا الكي بيساوي يساوي صفر، يعني أول مرة يخش هنا ساعتها هرجع لي بوير إيلس أي حاجة غير كده يرجع لي باند أند. فأول مرة هيقول له وير، تاني مرة هيقول له أند، ونسمي المتغير ده نسميه وير بس. تمام، طيب وهنيجي هنا نقول له هنا ان الوير دوت سيب بس المسافه بينهم الكي بتاعك دوت يساوي دوت الريك. طبعا احنا لان غلطنا غلطه لان الكي هنا الكي بتاعي الكي بتاعي نص سترينج اللي هو في الاسيشيوتيف اري، فهنا ده هيبقى ايه؟ هيبقى نص مش حرف. فانا هاجي هنا اقول هنا مثلا ان الاي بتساوي صفر، فاجي اقول له هنا اف ان الاي بتساوي صفر اعمل لي كذا، وبعد كده اقوم عامل هنا ايه؟ اي بلس اي بلس 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 او اي بيساوي 2 عشان نخلص منها مره واحده. بالشكل ده تعال نشوف بقى الايكو دي عامله ازاي دلوقتي. انا اخترت دلوقتي مساحه الشقه عدد الغرف
نوع القصة شقة. تعال نشوف هنا ايه. قال لي select all from view where لما يكون البرايس بيساوي كذا and room بيساوي كذا and كذا بيساوي and view type بيساوي كذا. طيب انا عايز بس ادي مسافات في الاند عشان تشتغل معايا. ادي مسافات قبل الاند وادي مسافة قبل الوير بالشكل. اوكي هنعمل ريفرش تاني نشوف. فعلا رمال الكويري صح. يبقى انا فعلا مختار ده حقول وهو اداني ثلاث حقول بطريقه بالشكل اللي انت شايفينه. ايه الكلام ده جميل. كل بقى اللي انا عليه دلوقتي بقى ببساطه شديده ان انا ابعت الكويري اللي انا عملته ده للارافيل عشان ينفذه لي. خلاص كده انا تمام. طيب هقول له هنا بكل بساطه هجيب نفس المتغير اللي احنا شغالين عليه. نفس المتغير اللي احنا شغالين عليه اهو تمام. واقول له بس بالله عليك الداتابيز، هات لي الداتابيز سيلكت عذرا وامرر له المتغير. تعال نقول ده كويري بس هيساوي الكلام ده. خد الكويري ده شوف الدنيا في ايه. طيب المفروض دلوقتي يشتغل بس هيبقى عندي غلط. نشوف ايه دلوقتي ونعمل. هو طبعا مش هيجيب لي نتيجة لأن احنا ما عندناش أي حاجة ب 1000 طبعا، مفيش حاجة اسمها 338 روم يعني. طبعا النت عمال يقول لي شمعة. الله حبيبي. تعال نرجع. طبعا عشان وقت الدرس ما يطولش هوقف ولما النت يظبط ان شاء الله اكمل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.